من هاني الاجواء اللي صاحبت المباراه وما حدث لبعض من لاعبي نادي الزمالك ومدير الكره، هل ده ليه تاثير على لعيبه النادي الاهلي ولا انتوا كلاعيبه، حضرتك كنت لاعب وكنت نجم كبير في النادي الاهلي ومدرب ايضا كبير، يعني هذه الامور اللعيبه ممكن تفصل نفسها عنها تماما ولا بتشغلها؟ يا هرجع للسؤال اللي حضرتك الاولاني، المطلوب النهارده اكيد بالتاكيد ان شاء الله مطلوب الفوز بالبطوله، الفوز بالبطوله ومحو الصوره اللي اعتقد ما كانتش جيده في المباراه اللي فاتت رغم الفوز. لكن احنا متعودين في النادي الاهلي يا كابتن، انت عارف لما بتكسب والاداء بيكون وحش احنا يعني بعد الماتش كلنا حاسين ان احنا يعني المباراه ما كانتش على المستوى المطلوب. مطلوب ان احنا الصوره دي تتغير 100%، مطلوب تركيز 100%، مطلوب اداء افضل بكتير من الاداء امام سيراميكا. كل العوامل دي اعتقد كولر واللعيبه كانوا متفاهمين الوضع جدا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، واشتغلوا على ده ومركزين جدا جدا ان احنا او هم يعني يظهروا بصوره افضل كتير من المباراه السابقه. بطوله اكيد، مباراه ببطوله، وبطوله اعتقد انها مهمه جدا جدا في مشوار النادي الاهلي السنه دي. مش متعودين لا قدر الله ان احنا نخسر بطولتين ورا بعض، ولكن طبيعي في مفاجات في الكوره، والكوره وارد فيها كل حاجه. لكن اعتقادي الشخصي ان التركيز الكبير و اصرار كل المنظومه في النادي الاهلي الحقيقه على محو الصوره الغير جيده في مباراه سيراميكا بتؤكد، وان شاء الله باذن الله يكون الصوره افضل بكتير جدا من كل النواحي، عمليه الاصرار وعمليه التوفيق حتى في التشكيل المحطوط. اللعيبه عليها دور كبير جدا جدا النهارده، حتى بغض النظر عن المدير الفني ليه ادوار كبيره جدا للعيبه الموجوده في الملعب. بالنسبه للاجواء اعتقد كل الحالات اللي حضرتك بتتكلم عليها، مشكله لعيبه نادي الزمالك ده بيصعب الامور اكتر على لعيبه النادي الاهلي. بيصعب طبعا. ليه؟ يعني الناس، لان هم ممكن ياخدوا الجزئيه ديت ويبقى عامل تحفيز اكبر للعيبه نادي الزمالك، يعني الصوره ممكن تتقلب شويه. بيكون في ارتباك شويه في اجواء فريق نادي الزمالك، في عدم تركيز شويه، ولكن ممكن جدا الصوره بتتنقل ان في خاصه ان جوميز بيعرف يلعب اللعبه دي كويس بصراحه، عنده يعني بيعرف يخلق دوافع كويس عند اللعيبه. اللعيبه ممكن جدا اللي سمعت انه ممكن جدا يكون يعني احنا عايزين كمان يبقى حاجه لزملائنا اللي موجودين في هذا الموقف، ان احنا يعني ممكن تتقلب لحوافز. في جميع الاحوال النادي الاهلي ما يبصش للكلام ده، النادي الاهلي بيبص ان احنا هذه المباراه مباراه مهمه جدا جدا في هذا الموسم، موسم صعب جدا.